ينضم إلينا من روما مراسل الغد محمد الغزو. محمد، إذا مخاوف حكومية من وقوع حرائق مماثلة للتي في اليونان وتركيا، فما الإجراءات التي تم تفعيلها حتى اللحظة؟ نعم، الإجراءات التي تم تفعيلها وهي للمرة الأولى هنا في إيطاليا، هناك تحذير من قبل إدارة الحماية المدنية ليوم غد وبعد غد بتصنيف عدة مدن، وهي 8 مدن باللون الأحمر. لذلك كان حتى في بعض محطات المترو والقطارات تحذيرات من درجات الحرارة ليوم غد وبعد غد بأنها سوف تكون ما فوق 41 درجة مئوية. لذلك قد يكون هذه تمثل خطرا على كبار السن والحالات الخاصة التي قد يكون لديها بعض المشاكل الصحية. لذلك إدارة الحماية المدنية قد أطلقت هذا التنبيه في 8 مدن إيطالية، أهمها روما، وبالقرب هناك من روما مدينة كبيرة تدعى لاتينا، وأيضا في الجنوب باليرمو ومدينة باري التي تقع على البحر الأدرياتيكي. لذلك سيكون هناك عدة أيام بحال الطوارئ أو بتصنيف اللون الأحمر. لذلك دعت السلطات إلى عدم الخروج إلا للحالة أو الضرورة القصوى، خوفا من إصابة بعض الأشخاص بمشاكل صحية قد تستدعي لنقلها على إلى المستشفيات. وهناك أيضا تنبيهات من قبل إدارة الحماية المدنية من اشتعال الحرائق مجددا في مناطق الجنوب وجزيرة سردينيا. نعم، محمد الغزو مراسل الغد في روما، شكرا جزيلا لك.